ستالينغراد، فيلم يؤرخ المعركة الشهيرة التي تحمل اسمه والتي وقعت حين قرر هتلر غزو المدينة. لكن الفيلم لا يخلو من قصة حب وإرادة قوية في الدفاع عن النفس. إنه أضخم إنتاج روسي للأفلام الثلاثية الأبعاد، بلغت ميزانيته 30 مليون دولار أمريكي. إنها قصة إنسانية لم تعالج من وجهة نظر ماريشال أو جنرال، وليس فيه عسكري رتبته تتعدى النقيب. إنها رؤية داخلية فقط للأحداث التي عاشها الشعب خلال 24 ساعة، واعتبر محارب قديم كل من عاشها خلال يومين أو ثلاثة. مخرج الفيلم فيودور بوندارتشوك يعد من أشهر المخرجين في صناعة السينما الروسية. فيلمه الأسطول السادس الذي تدور أحداثه حول الحرب السوفيتية الأفغانية سجل مبيعات هائلة في شباك التذاكر عام 2005. أقوم بالإخراج دوما بشكل مختلف. من جهة إنه عودة إلى المدرسة القديمة لتقطيع الصور وتنسيقها، ومن جهة أخرى لوجود لقواعد المشاهد الطويلة من أجل راحة عين المشاهد. إنه نوع من تلمود المعرفة الجديدة. تقنية الأبعاد الثلاثة المستخدمة في فيلم ستالينغراد مطابقة للتقنية التي استخدمت في فيلم سبايدر مان الأخير، وهي تقنية الأيماكس. كما ترون توجد آلات تصوير هنا في الأعلى وأخرى في الأسفل، وما يحدث هو أن آلات التصوير تعكس ما تصوره على مرآة خلفها، واستخدام الآلتين يعني تصوير اللقطة لكن من زاويتين مختلفتين، مما يخلق تعادلا تماما كما ترى عينك الصورة. فيلم ملحمة الحرب العالمية الثانية ستالينغراد سيكون جاهزا في تشرين الأول أكتوبر من العام 2013.